صباح النور، اش اخباركم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن حال. الفلوق ديالي غنبداه لكم من الفطور البنات كيف ما كتشوفوا هانتوما. انا نجد معاكم هاد المسمار سائل البنات، كيجي زوين بحال الفطائر، بحال المسمم، بحال المسمار، كيجي محمر وزوين بزاف، ومقادير ديالو سهله سهله سهله. المهم كديروا جوج كيسان الفول، جوج كيسان ديال الفينو، خمارة، شوية الملحة، شوية سنيدة، ومعلقة الخميرة، قد الفورس قد الفينو، جوج كيسان فورس جوج كيسان فينو، غديرو ربع ما أولا ثلاثة ما واحد حليب أولا ثلاثة ما واحد ديال الليمون معصور. المهم كيبقى لكم الاختيار، المهم قد سوائل قد النواشف زعما الدقيق، وكتخلطوه مزيان، كيجي جاري، كتغطوه كتخلوه كيخمر البنات، ومن بعد كتبداو طيبوه فيه. الوصفه رائعه البنات، صراحه خديتها مع عند صديقتي في الخدمه، هي اللي عطاتني لا غوسيت، تبارك الله اللي كان هاديه، شكرا بزاف، فعلا وصفه ناجحه 100%. قالت لي غادي تجربيه، اكيد ما غتستغنيش عليه، وفعلا هانتوما البنات شوفوا كيفاش كيجي. قطعت عليه طريفات ديال الزبده وهو سخون، درت عسيله وزبيده بلديه، وهنايا شويه زيت العود، زيت البلديه. المهم هنايا وجدت كويس اتاي البنات، راه ما نقولش لكم، قلت لكم رائع كيفاش في الداخل، ما كيجيكمش معجن قطني. جربوها البنات وردوا عليا كيفاش جاكم. شكرا بزاف ناديه لهلي خطيك، ان شاء الله نبقى نخدم عندك دي غوسيت ونطبقهم. كل الشكر. ودابا من بعد ما فطرنا غادي نبارطاجي معكم هاد المحرشات ديال الشعير، كيجيو زوينين. اول حاجه كناخد الشعير بالبوله الغليظه، كنفزقها في الماء، كتخليوها البنات ترطب مدة تقريبا 3 سوايع وهي مرطبينه، كتعطوها الماء مزيان ما تخافوش منها. عندي هنا الدقيق ديال الشعير اللي مطحون مزيان ومغربل، وعندي الفورت، المهم تقريبا عندي زلافه ونص ديال دقيق الشعير، وعندي نص زلافه ما كاملش ديال الفورت. صافي هنايا البنات غادي نضيف هادشي وغادي نعجن، غندير شويه ديال الزعتر، شويه الزرار، عندي هنا مخلطين وشويه ديال الايلان. المهم كنخلط هادشي كامل وغادي نبدا نعجن كيف ما كتشوفوا بهالطريقه. ما كيحتاجش هو شي دلك صراحه، راه كيف ما كتشوفوا العجينه ديالو كتجي شويه جاريه. انا شفت لاكوستات من عند في اليوتيوب، ما عقلتش القناه واقيلا وصفات فاطمه الزهراء ولا فاطمه، ما عقلتش بالضبط. المهم بحال هكا حتى نشوف لكم القناه بالضبط، تبارك الله عليها وصفه ناجحه عندها. المهم هنا ضفت الخميره، غادي نضيف الملحه، وغادي نضيف الحبوب زرارع، وغادي نبدا نعجن في هنا ضفت شويه ديال الايلان. المهم الحوايج اللي ما كياكلوهمش ليكم وليداتكم ضيفوهم في الخبز، راه ما غاديش يحسوا بهم. وغنبدا نعجن هانتوما كيف ما قلت لكم، انا صراحه العجين ما كيحتاج لا دلك لا والو. المهم هانتوما السر انها العجينه كتجي شويه جاريه، خليتها هنا خمرات هانتوما تضاعف الحجم ديالها. وغادي نجيب هنا البلبوله الغليظه، غادي نقرصها بها البنات، غنبقى نفزدك يدي في الماء، وغادي نبدا نهز بالكويره بالكويره ونقرصها ونحطهم يخمروا. غنديرهم بحال مخمرات، انا ما طيبتهمش في الفران، ديجا راكم عارفين البلبوله كتشرب باش ما يجونيش قاسحين، درتهم مخمرات بحال هكا. غنبقى نهز وندير ايدي في الماء باش ما يلصقش ليا، كيف ما كتشوفوا العجينه راه شويه جاريه. معتمده هذه الوصفه، راه معتمده بنفس الطريقه كنستمر، غنستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي. نبقى نقرص ونحطها هكذا حتى يخمروا، عاد غادي نطيبهم. هذا هو الشكل النهائي ديالهم. ها انتم انا نغطيهم دابا من بعد ما قرصتهم، غادي نخليهم يرتاحوا ويخمروا، من بعد عاد غادي ندوز نطيبهم معاكم. صافي هنا غادي نخليهم البنات يخمروا، غادي نغطيهم وغادي نخليهم يخمروا، من بعد ها هما الشكل اللي فاش خمروا، ما تفوتوش فيهم الخميره بزاف. صافي وغنبدا نطيبهم. هانتوما كيف ما شفتوا سخنت المقله الثقيله مزيان، غادي نخليهم يطيبوا على الجهتين. هانتوما كيفاش كيجي ناجح 100%، عرفتي مع كيس اتاي وزبيته بلديه ما نقولش ليكم. وهنا
البنات جيت نبارطاجي معاكم هاد الكوموند ديالي شنو دايره فيها، واخا غتبان لكم طخو شارجي ولكن فريمون داكشي اللي كتحتاجيه ممكنش خصو يبقى قريب ليك. مهم كانت هادي هي لا شومبر ديالي، كيف قلت لكم لا طخو شارجي وفيها ليلي ديال وليداتي بجوج، حيت مازالين صغار مازين كينعسو معايا في لا شومبر، مازال ما واخا قديت لهم لا شومبر ديالهم ولكن مازال ما كينعسوش فيه. المهم غنقول لكم شنو بالضبط انا دايره فيها وغادي نبارطاجي معاكم كل شيء. انا صراحه حبيت نشاركها معاكم هكا على طبيعتها، راه ما مقدمه والو كيف دايره هي في الاصل. المهم ليلي ديال وليداتي الصغار، باش ان شاء الله ملي نقادها ونبدلها ونقاد لوليداتي يوليو نعسو في لي شومبر ديالهم نوريكم تغييرات جديده اللي غادي ندير ان شاء الله. المهم هنايا غنبدا لكم بهنا شنو فيه. هذا فيه لي زيكرون سولير ديالي اللي كندير خدمه اليومي ديالنا، راكم عارفين ضروري من كريم ايدغاتون وليكرون. المهم انا جربت بزاف الاشكال صراحه ولكن عجبتني ديرنييرمون، عجبتني دغمينا زوينه. هذه ديال قلبي ما صراحه ما زويناش، ما عجبتنيش الريحه ديالها، ما عجبتنيش. هنا هذه اس بي اف 50 سافا انفيزيبل، هذه باش عجبتني دغمينا ما كتحتاجيش ديري فون دو تان، هي فيها اكران سولير وفيها تان تخديتها زوينه ووافقت لي حتى البشره ديالي. هذا سيروم اللي كنديرو بالليل. هنايا هذا الزيت ديالي ديال الشعر اونتي شوت، وهنا كريم ديال الماء، وهذا دي ماكيون ديال الوجه. مهم زوين بزاف صراحه، كنت خديتهم من ميفي والثمن ديالو زوين، يمكن 45 درهم صدق ليا زوين. هذا البنات كالانكا وايت بوغ ليطاش، هذا كنت كنستعملو شحال هادي، دابا ما بقوش عندي ليطاش في وجهي بزاف، كنت خرجات ليا الطبيبه. مهم زوين وخديت هاد اورفي مؤخرا حتى هي ليطاش، كاع ما استعملتها بزاف صراحه مع جا الصيف صافي ما بقيتش استعملتها، هادي متعدده الاستعمالات ومادة الصفراء. مهم كيف قلت لكم يعني هنايا كيف ما كتشوفوا راه الاساسيات داكشي اللي كنحتاجوه هو اللي حاطاه هنايا اللي كنستعملو يوميا، يعني البشره ديالي بحال تقولوا روتيني سواء الصباحي ولا المسائي، وهذا خلاص انتيسيبتيك. مهم هادشي اللي كنت حاطه هنايا في هادي، هذا كريم ديال ايفغوشي خطير البنات، هذا ديال المونغ لو كور كامل عجبني صراحه بزاف، راه قريب يتقاضى. المهم نشارك معكم هادو الاشياء اللي خليتهم اللي عجبوني، اما الشيء الاخر انا تقديت اللي صورت معكم ما بغيتش نخلي ديك الروينه. المهم هنايا هادي كنت خديتها من بيم، منظمه كندير فيها هاد القطن، وهنايا هادي عندي ديال لي بارفان. هانتوما كل حكينا لي بارفان شويه مجهدين، غير كانت هكا شي عراض كاينين الكوتيديان كتستعمليهم دائما، انا ما كنبقيش بارفان مجهده بزاف. مهم هادي لي بارفان ديالي وديال الزوج ديالي، هذا مكان راه ماشي شي حاجه كثيره غير كيبان داكشي شارجي. المهم الاساسيات وهذا معطر الفراش زوين بزاف، كنستعملو انا في لا شومبر ديالي في الصاله في بزاف الحوايج. مهم زوين البنات كيخلي واحد الريحه بحال ديال العود خطير. هذا مكان هذه هي لا بارتي الاولى، هادشي اللي فيها. هاد المرايه كنت خديتها من ميفيك زوين عجبتني صراحة، كنت خديتها يمكن بشي 20 درهم أو 25 درهم. صافي هنا هادشي اللي كاين، أو ديسولفون ديال الصباغة، لي كخايون اللي كندير ريسيل، صافي داكشي اللي كنستعمل في الصباح، هادشي اللي حاطة هنايا صراحة. أنا غنشارك معاكم حتى الأدراج تشوفو أشنو فيه، أو الإشارة هاد الكوموند كنت خديتها من كيتيا. هنايا البنات كيف ما كتشوفوا بارتي دايراها لي بيجو لي مونتر، بارتي دايراها فيها داكشي ديال هادو كنستعملهم ديجا غالا كانت شي مناسبه ولا شي حاجه. ما كنديرش المكياج انا بزاف صافي، كان الصباح كندير الكريم ايدغاتون لي كرون غلوس فغاجو بارفوا صافي ما كنكثرش. وهنايا ها نتوما كيف ما كتشوفوا لي كريم ديالي، كريم الادغاتون، كان هنا الكوماج اللي كنستعمل عندي زوينه صراحه، وهذا كوماج ديال لارغان، حتى هذا الكوماج ديال لوريال فن غزال حتى هو ارغان. المهم لي ديودورون
او هنايا في هاد غونجمون دايره فيها لتحت كيف ما كتشوفوا معايا، دايره لي فون دو تان. راه كنتو ما كنستعملهمش بزاف، لي فاغول شويه فونسي، اي لاينر، المهم داكشي اللي ما كنستعملش. البواط ديال داكشي من كلشي اللي ما كنستعملوش شاك جوغ راني مخلياه، غير الا كانت شي مناسبه ولا كنت خارجه ولا معروضه ولا شي حاجه الكوتيديان خدمه. راه كي قلت لكم كندير مقله وهذا لهنا الصبيغ هنا، المهم كل حاجه راني حاطاها في بلاصتها. هذا مكان كان. هادو هما الاشياء اللي دايرهم في الدرج الاول. الدرج الثاني دايره الملابس، دايره هاد لي غونجمون كنت خديتهم من شيئين. المهم هنايا كانوا لهم بزاف د الحوايج كانت ريحه زوينه. هنا مقاد هاد لي غونجمون فيهم ملابس داخليه كيف ما كتشوفوا كل حاجه. هاد لي غونجمون كنت خديتهم من شيئين زوينين صراحه صدقوا ليا. ها انتما كيف ما كتشوفوا مقاده فيه داكشي ديالي.